عسلامة، مرحبا بك. في الفيديو هذه باش نقراو مع بعضنا على الباسيلوس أنتراكس. هذه باسيل غرام بوزيتيف اللي هي تعمل ديزانفكسيون، رارمون باش تشوفهم في حياتك. الكيستيون تاعك بروبابلمون توا هي من علاش نقرا عليها؟ على خاطر البكتيري هذه هي تمثل سلاح بيولوجي تم استعمالها قبل في عمليات إرهابية، ونخافوا أنه في المستقبل يستعملوها في عمليات إرهابية أخرين وإلا في الحروب. دونك كلمة باسيلوس أنتراكس ش معناتها؟ كلمة باسيلوس معناتها باسيل، معناتها بكتيري طويلة، وأنتراكس معناتها فحم. وفيت باش نراوهم بعد أن البكتيري هذية تعمل نيكروز. ش معناتها نيكروز؟ معناتها عندك تسيو اللي باش يموت، والنيكروز وفيت تعطي المنظر متاع الفحم. هذاك علاش به في الفيديو هذية البكتيري هذي باش نعطيها المنظر هذية الكرتون هذية، وين باش نلقاو بكتيري طويلة باسيل كما ترى لونها بالنوار على خاطرها اونفيت اونتراكس تعطي المنظر نتاع الفحم، ان فوا باش تعطي نيكروز. البوردور نتاعها بالفيولي على خاطرها اونفيت غرام بوزيتيف، ونعرفوا انه بكتيري غرام بوزيتيف تتلون بالفيولي بالكولوراسيون دو غرام. كما ترى هي بكتيري شريره على خاطرها اونفيت بكتيري باتوجين. به حاجه اخرى هو انه البكتيري هذية عندها زوزيدين في كل يد شاده نوعيه من التوكسين. كما ترى في الزوزيدين عندي هالطبق هذية اللي هو أمبلو. الطبق هذية شي مثل هو أنتيجين بروتكتور. فوق الأنتيجين بروتكتور نلقاو حاجة هوني اسمها الفاكتور ليتال اللي هو اسمه على جسمه حاجة بشي تقتل. في اليد الأخرى نلقاو فوق الطبق حاجة اسمها الفاكتور دولودام. به وتوى حاجة مهمة في التسمية هو أنه الفاكتور ليتال مع الأنتيجين بروتكتور نسميوه التوكسين ليتال. كيف الانتيجين بروتكتور مع الفاكتور دو لودام نسميوه التوكسين دو لودام. دونك هذه حاجه مهمه في التسميه سيبوزي تعرفها. به حاجه اخرى هو انه البكتيري هذه عندها اون كبسول. الكبسول هذه تراها هوني هالحلقه هذه وهي كبسول سبيسيال. علاش؟ على خاطر اغلبيه البكتيري نتاع الدنيا عندهم كبسول متكونه من بوليساكاريد سكر، وهذه البكتيري الوحيدة في الدنيا اللي عندها كبسول متكونة من بروتين بوليغلوتامات. شنو هو البوليغلوتامات؟ الجلوتامات هو أسيد أميني. إذا كان نلصقوا جلوتامات بجلوتامات بجلوتامات نسميوه بوليغلوتامات. الكبسول هذه اش تعمل في الدنيا؟ وفيت تحمي البكتيري من الفاجوسيتوز. إن فوا تجي سيلول فاجوسيتير كما الماكروفاج باش تحاول تاكلها، الكبسول هذه تحميها من الحاجة هذه. به دي كاركتيرستيك اخرين على البكتيري هذه، هي بكتيري ايروبيستريكت معناتها لازمها الاكسجين باش تعيش. هي زادة بكتيري ما تتحركش، وهي دي بكتيري ما تجمش تعمل ايموليز. به حاجه اخرى هو الباسيلوس اونتراكس تصنع دي سبور. عملت فيديو قبل على سبوريلاسيون تجب تلقاه في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذه اللوطه. بريزومي صغير عليها هو انه البكتيري في الحاله العاديه نتاعها نسموها فورم فيجيتاتيف. إن فوا تلقى روحها في ظروف صعيبة سخانة لومير إلترافيولي أنتيبيوتيك تتحول لسبور اللي هي فورم ريزيستونت متاع البكتيري. هالسبور هذه إن فوا تلقى روحها في وضعية باهية مثلا فما ماكلة ترجع للفورم فيجيتاتيف اللي هي الفورم الحية متاع البكتيري اللي تاكل وتتكاثر اتسترا. به نمشيو توا دي كاركتيرستيك أخرين. أونفيت البكتيري هذه أونفيت نلقاوها لصق بعضها، دونك بكتيري تلصق بكتيري تلصق بكتيري، وهذا أونفيت يعطيها منظر متاع عصا متاع بامبو. دونك هذه حاجة في البكتيري هذه. حكاية أخرى هو أنه البكتيري هذه عندها الكروموزوم متاعها اللي فيها ليجين اللي لازمين البكتيري باش تعيش. حاجة أخرى عندها دو بلازمين، واحد منهم نسميوه البي إكس أو أ اللي هو دونك بلازميد يسمح للبكتيري انه تصنع الكبسول، والبلازميد الاخر هو البي اكس او 2 اللي هو اون فيت بلازميد يسمح للبكتيري انه تصنع لي توكسين نتاعها. هات نمشيو نراو توا الترانسميسيون نتاع الباسيلوس اونتراكس. البكتيري هذه تعمل اون زونوز. اش معناتها زونوز؟ معناتها انفكسيون تدور عند الحيوانات، والعبد ينجم يمرض بالمرض هذايا انه فوا يدخل اون كونتاكت مع حيوان مريض. اون فيت البكتيري هذه تنفكتي سورتو الحيوانات العاشبه مثلا بقره. دونك البقره هذه انه فوا تكون انفكتي باش تموت بالانفكسيون هذه، وانه فوا تموت باش تسيب لي سبور اللي هما موجودين في ليتوسيو بتاعها
نتاع الباسيوليوس اونتراكس باش تسيبهم في التراب. لي سبور ينجموا يقعدوا موجودين في التراب سنين وسنين ما غير ما يصير لهم حتى شيء. ان فوا باش تجيب مثلا بقره اخرى باش تاكل في البلاصه هذه وين فما دي سبور باش يتبلع لي سبور وباش تصير لها لانفكسيون بالباسيوليوس اونتراكس وباش يتعود تموت اتسيترا. هذا كيفاش المرض يدور عند الحيوانات. العبد كيفاش باش يمرض؟ ان فوا باش يدخل اون كونتاكت مع بقره مريضه. دونك مثلا باش ياكل لها اللحم نتاعها من غير ما يطيبوا بالباهي، مثلا باش يمثلها جلد نتاعها اتسيترا. هذه هي كيفاش المرض يوصل للعبد. بوان مهمه هو انه العبد المريض ما ينجمش ينفكتي عبد اخر، دونك ما فماش الترانسميسيون انتر هيومن. باه نمشيو توا نراو لي فورم كلينيك نتاع الباسيوليوس اونتراكس. اون فيت هالبكتيريا هذه تعمل تروا فورم. عندنا الفورم كوتاني وين عندنا واحد اللي هو مجروح باش يجيو لي سبور اون كونتاكت مع الجرح هذايا وباش يعطيو الفورم كوتاني نتاع الاونتراكس. دونك الفورم هذه كانت معروفه عند العباد اللي كانت تهز جلود نتاع الحيوانات. دونك الجلود هذايا ينجم يكون فيهم جلده انفكتي اللي يدخل اون كونتاكت مع جلده اللي عليها جرح ويعطي الفورم كوتاني. فما فورم اخرى اللي هي فورم ديجستيف اللي يمرض بها واحد ياكل اللحم اللي هو مش طايب بالباهي واللي عليه لي سبور نتاع الباسيوليوس اونتراكس. الفورم الثالثه هي الفورم انهالاتوار من واحد اونفيت باش يتنفس لي سبور نتاع الباسيوليوس اونتراكس. هذه مرضى كانت معروفه عند جماعه اللي كانوا يخدموا اونفيت على جلود في المصانع نتاع جلود. الجلد هذايا نجم يكون فيه لي سبور نتاع الباسيوليوس اونتراكس اللي نجموا يتعداو في الهواء ويتنفسهم. دونك هذا كيفاش الفورم انهالاتوار. حاجه اخرى هو انه الفورم كوتاني هي اكثر فورم نشوفوها، 95% من الحالات نتاع الانتراكس فورم كوتاني. الفورم انهالاتوار هي الثانيه 4% والفورم ديجستيف 1% اكاهو. به حاجه اخرى هو انه الفورم كوتاني ان فون سايبوها من غير تريتمون بريس كان 1% باش يموتوا بالانفكسيون هذه. الفورم ديجستيف من غير تريتمون 50% يموتوا، والفورم انهالاتوار بريسك 100% من العباد باش يموتوا بها. دونك الفورم انهالاتوار حاجه واو، معناتها بريسك تقتل 100% من العباد اللي باش يمرضوا بها اذا كان ما خداوش تريتمون. دونك حاجه اخرى هو انه لانكوباسيون تاع الفورم كوتاني، معناتها البريود باللي لي سبور يدخلوا اون كونتاكت مع الجرح لين يبداو لي سامبتوم تاع الفورم كوتاني هو نهار واحد. الفورم ديجستيف هو الانكوباسيون بتاعو 7 جور كيف كيف الفورم انهالاتوار 7 جور. هوني الميسيون بتاعي مش انه نحفظك الوامر، مي انه نعطيك دونك فكره على الارقام. دونك نعطيك فكره انه الفورم كوتاني في ساعه تصير ملي يصير كونتاكت مع السبور، والفورم ديجستيف وانهالاتوار ياخذوا ايامات من وين صارت الكونتاكت مع السبور. هذه هي شنو هي الفكره. هات نمشيو توا نراو الفيزيوبات نتاع الباسيوليوس اونتراكس. كيما قلنا لي سبور نتاع الباسيوليوس اونتراكس ينجمو يوصلوا لثلاثه بلايص، تيسيو كوتاني، سيستم ديجستيف، ولي بومون. في الحالات الثلاثه هذوما باش تجي ماكروفاج اللي هي سيلول فاغوسيتير تنجم تاكل لي بكتيري ولي سبور باش تبلع هالسبور وباش تمشي توصلها في وسط لي كانو لامفاتيك باش تمشي توصلها للغونغليون لامفاتيك. الغونغليون لامفاتيك هي بلاصه معبيه باللي سيلول نتاع الاميونيتي كيما لي لامفوسيت بي اي تي. به ان فوا باش توصل للغونغليون لامفاتيك السبور نتاع الباسيوليوس اونتراكس باش تبدا في وسط اندوزوم هكايا. في الاندوزوم شنو باش يصير؟ الماكروفاج باش يتعبي الاندوزوم باللي بروتون هاش بلس، هذا باش يخلق ميليو اسيد، وهذا اون فيت باش يديكلونشي انه السبور تتحول من الفورم نتاع سبور للفورم فيجيتاتيف. وهوني فاز سبيسيال باش تصير هو انه هذاك الانتيجين بروتكتور اللي هو هالطبق هذايا الازرق ان فوا باش يلقى روحه في بلاصه اسيد باش يتحول لبروتين اخرى، باش يتحول لبروتين اللي هي تشبه السكينه. السكينه هذيا باش تسمح انه البكتيريا هذيا تنجم تفلق الاندوزوم وتفلق الممبران وتخرج على برا. ان فوا باش تخرج على برا شنو باش تعمل؟ باش تتكاثر، باش تعمل دي كوبي من روحها، وهاللي كوبي هذوما اون فيت باش يصنعوا دي توكسين، وهاللي توكسين هذوما باش يسيبوهم. ان فوا باش يسيبوهم باش يعملوا التوكسيسيتي نتاعهم على لي سيلول نتاع الاميونيتي. وهات نراو كيفاه. باش نبدا بالتوكسين ليتال. التوكسين ليتال اللي هي متكونه من الانتيجين بروتكتور مع الفاكتور ليتال. الانتيجين بروتكتور المهمه نتاعو هو انه يلصق
بريسبتور موجود على السيلول انه فايلسق هالفاكتور ليتال ينجم يدخل الوسط السيلول. الفاكتور ليتال شنو هو؟ هو انزيم اللي تنجم ديغرادي بروتين موجوده وسط السيلول بتاعنا اسمها الماب كي اللي هي لابريفياسيون بتاع ميتوجين اكتيفيتد بروتين كاينيز. لاحظوني انه فيها ميتوجين وفيت البروتين هذية هي فاكتور دو ترانسكريبسيون تنجم تدخل الوسط النويو وتخلي النويو يديكنونشي الفينومين متاع الميتوز. مهمة أخرى زادة للمابكي هو أنه أمبليكي في اللي سيليو دو سيربي. إيش معناتها؟ وفيت أي سيلول في بدنا لازمها استيمولاسيون باش تقعد حية. وفيت فما دي استيمولاسيون يصيروا من برا بحاجة تسميهم لي سيليو دو سيربي اللي هما باش يجيو يركبوا على ريسبتور موجود على السيلول وباش يقولوا للسيلول راك سيلول باهية راك سيلول حاجتنا بيك دونك اقعد حياة وتجم زادة تتكاثر. هذا الشيء يعملوا لي سينيو دو سيرفي. وبرشا من لي سينيو دو سيرفي هذوما السينياليزاسيون بتاعهم تتعدى بالمبكي اللي هو يدخل للنويو وباش يعمل لي زيفي هذوما. دونك اذا كان التوكسين ليتال وعلى الفاكتور ليتال يفلق المبكي اللي باش يصير هو انه الشيء هذا ما هواش باش يصير وبالتالي ليفي نتاع السينيو دو سيرفي ما هواش باش يصير والسيلول اون فيت باش تدخل في ديبرسيون باش تقول انا سيلول ما نصلحش انا سيلول ما جانيش سينيو دو سيرفي دونك انا سيلول خايبه وبالتالي شنو باش تعمل باش تعمل ابوبتوز. الابوبتوز هي مور سيلولير بروغرامي هي انه السيلول تنتحر. دونك هذا لفي نتاع التوكسين ليتال. هات نمشيو نراو توا لفي نتاع التوكسين دو لوديم. دونك التوكسين دو لوديم باش يستعمل نفس الانتيجين بروتكتور باش يدخل فاكتور دو لوديم لوسط السيلول. الفاكتور دو لوديم ينجم يشد الـ ATP اللي موجود وسط السيلول يحولو الـ IMP cyclic اللي هو أبريفي CAMP. دونك الـ CAMP هذايا واحدة من الحاجات اللي ينجم يعملهم. ينجم يمشي الـ اون بروتين على الممبران اللي هي كيما الجعبة. البروتين هذايا اسمها CFTR واللي هي اون فيت بروتين تعدي الكلور تجم تعديه من برا للداخل وإلا من داخل للبرا. دونك نورمالمو البروتين هذية في الحالة العادية متاعها تبدأ مسكرة كما ترى هوني فما كرة تسكر على الجعبة هذية. شنو باش يعمل السي اي ام بي هو انه ينجم ينحي الكرة هذية وبالتالي الكلور ينجم يتحول من داخل السيلول للبرا. انه فوا يخرج الكلور من وسط السيلول للبرا اوتوماتيكمو باش يتبعو الصوديوم واوتوماتيكمو باش يتبعو الماء. دونك انه فوا باش يخرج الماء من السيلول للليكيد انترستيسيال باش يصير اوديم هذيك علاش سميوه توكسين دو لوديم. اون فوا نجمعو الفاكتور ليتال مع الفاكتور دو لوديم باش نتحصلو على البكتيري نتاعنا الباسيلوس اونتراكس اللي موجوده وسط الغونغليون لافاتيك. بكتيري اللي هي محميه من الفاجوسيتوز على خاطر عندها كبسول. بكتيري اللي هي تعطل في الايمونيتي وحتى تقتلها على خاطرها عندها هالتوكسين ليتال. وبكتيري اللي هي قاعده تعمل في اوديم كبير وسط الغونغليون لافاتيك على خاطر عندها هالتوكسين دو لوديم. بخلاف هذايا نعرفوا انه التوكسين ليتال اون فيت عندها ريسبتور على لي سيلول موسكولير ليس نتاع الفيسو سونغا. هذا باش يخليهم يموتوا وهذا باش يخلي انه الفيسو باش يترشق وباش تصير ايموراجي. بالطبيعه اذا كان فما تيسو اللي لي فيسو نتاعو باش يتفلق باش تصير فيه ايموراجي اوتوماتيكمون هذاك التيسو باش يموت والموتين هذايا نسميوه نيك روز. به دونك نمشيو توا نراو لي فورم كلينيك كيفاش يظهروا. دونك عندنا الفورم كوتاني. الفورم كوتاني باش نلقاو بلاصه اللي هي ميته في الوسط اللي هي اسمها اسكار. تتذكر كلمه اونتراكس جايه من الفحم هذيك علاش خاطر الزون هذيه اللون نتاعها يشبه الفحم. الزون هذيه باش نلقاها اونتوري اوديم بيريفيريك. الاوديم بيريفيريك هذايا من شنو جاي؟ جاي من هيك التوكسين دو لوديم. نمشيو توا للفورم ديجستيف. الفورم ديجستيف فيها دو سو فورم. فما سو فورم سوبيريور وين عندنا انفيكسيون تاع الفارانكس وعنا سوفورم انفيريور وين عندنا انفكسيون نتاع ليزانتستان. في السوفورم سوبيريور شنو باش يصير؟ هذيك السبور باش تجي في الفارانكس باش تعمل انفكسيون غادي باش تحصلوا على نفس الليزيون كوتاني. عندنا اسكار وعندنا اوديم. باه البكتيري في حد ذاتها باش تمشي للغونغليون لافاتيك. اون فوا باش تمشي للغونغليون لافاتيك شنو باش تعمل؟ هي اني باش تبدا تسكريتي هذاك التوكسين دو لوديم اللي هو باش يخلي انو لي غونغليون لافاتيك باش تنفخوا وزاد باش تسكريتي التوكسين دو لوديم البرا. وهذا باش يخلي انه فما اوديم اللي باش يصير في الفارانكس وفي الكو. المشكله انه اوديم في الكو حاجه مخطره برشا على خاطر ينجم يكومبريمي الحاجات اللي تتعدى غادي
مثلا الأوزوفاج اللي هو النجم يعطي ديسفاجي مشكلة في البلعان، مثلا التراشي اللي هو يعدي الهواء وبالتالي عبد ما ينجمش يتنفس ديسبني. نمشيو للستوفورم انفيريور. الستوفورم انفيريور هوني عندي الهيستولوجي متاع الانتستان، عندي هوني ليفيلوزيتي متاع الانتستان اللي هما طلعات وهبطات، هوني عندي فيسو سونغان، هوني عندي حاجة نسميوها البلاك دو بيير. البلاك دو بيير هي كيما الجونغليون لنفاتيك في وسط الانتستان. به نعرفوا انو الاسبور باش يوصلوا هوني باش تهزم الماكروفاج وباش توصلها للبلاك دو بيير. هوني البكتيريا باش تخرج وباش تتحول للفورم فيجيتاتيف نتاعها وباش تبدا تتكاثر. انو فوا باش تبدا تتكاثر باش تبدا تخرج الفاكتور دو لودام اللي هو باش يعمل اودام اسمه على جسمه، اون فيت باش يخلي الماء يخرج من وسط السيلول للبرا الوسط اللوميير نتاع الانتستان، وهذا باش يعطينا الدياري فيها ماء. بخلاف هذايا نعرفوا انه الفاكتور ليتال باش يفلق هيكون سيلول مسكولير ليس باش يخلي انه الفيسو يترشق، وهذا باش يعطينا الصون اللي هو باش يخرج اون فيت ماء وصون باش يخرجوا وسط اللوميير انتستينال، وهذا ينجم يعطينا دياري سونغلونت دياري معناتها فيها دم، وقال نجم زادة يعطينا ايماتيميس معناتها واحد يرد الدم. به نمشيو توا للفورم بلمونير. قبل ما نشوفو الفورم انهالاتوار نتاع الباسيليوس اونتراكس رابيل صغير على الاناتومي. نعرفك بروبابلومون تكره الاناتومي، حتى انا كنت نكرهها برشا الحقيقه. دونك جوست ما نجمش نطول عليك، عندنا هوني الكافيتي توراسيك وعندنا هوني حاجه اسمها الميدياستان اللي هو بلونغي الميدياستاينوم. به دونك شنو هو الميدياستان؟ هو تو سامبلومون الكافيتي توراسيك الا البومون. به في الميدياستان باش نلقاو الكو التراشي لوزوفاج، باش نلقاو زاده لي غونغليون لمفاتيك. به دونك لي سبور باش يوصلوا للزالبيول نتاع البومون باش تجي ماكروفاج وباش تمشي توصلهم للغونغليون لمفاتيك. هوني باش تحصلوا على الفورم فيجيتاتيف نتاع البكتيري اللي هي باش تسكريتي هذاك الفاكتور دو لودام، وكيف كيف لي فيسو سونغان اللي موجودين غادي في وسط الغونغليون لمفاتيك باش يتفلقوا. هذا باش يعطينا النيموراجي اللي هي باش تصير في وسط الميدياستان، وهذه حاجه مخطره برشا. اون فيت هالحكايه هذيا نسميوها ميدياستينيت ايموراجيك. اش معناتها ميدياستينيت؟ معناتها انفكسيون وسط الميدياستان، هنا عندي بكتيري وسط الميدياستان. ايموراجيك معناتها عندي ايموراجي قاعده تصير وسط الميدياستان، هذا على خاطر لي فيسو سونغا قاعدين يتفلقوا هوني وقاعده تصير لي ايموراجي وسط الميدياستان. نختار في هذايا هو انه عندي اودام وايموراجي وسط الميدياستان، وهذا ينجم يكون بريمي الحاجات اللي هما موجودين غادي، مثلا القلب، مثلا الترشي. دونك هذوما حاجات ينجموا يعملوا ديسبني كومبريسيون تاع ترشي وزاد لي بومون، وكيف كيف ينجموا يعملوا لي مشكله في القلب. هوني حاجه مهمه هو انه الباسيلوس اونتراكس راهو ما يعملش بنموني، ما يعملش انفكسيون تاع لي بومون، بلتو يعمل انفكسيون تاع الميدياستان ويعمل لي ميدياستينيت ايموراجيك. حاجه اخرى هو انه خاطر البكتيري ما هيش موجوده في البومون، ما ينجمش واحد يعدي عبد اخر على خاطر اصلا البكتيري ما هيش موجوده وسط البومون. به دونك نمشيو لحاجه اخرى، هما لي سيني كلينيك نتاع هالفورم انهالاتوار. واحد باش يحس دولور توراسيك وجع في صدره، هذه اول حاجه. بخلاف هذايا ديسبني ما ينجمش يتنفس. بخلاف هذايا السيانوز لونه باش يزرق على خاطر مش قاعد يوصل له ما يكفيه اكسجين. بخلاف هذايا هذه انفكسيون دونك باش تلقى فيبر. به الحاجه اللي اخطر من الفورم انهالاتوار هو انه هالبكتيريا هذيا تنجم تتعدل الدم وتعمل سيبسيس. ان فوا تتعدل الدم باش تسيب لي توكسين نتاعها، ونعرفوا انه التوكسين ليتال توكسيك على القلب، هذا باش يعطينا انسيفيزونس كاردياك، كيف كيف التوكسين دو لادام توكسيك على الكبده. بخلاف هذايا في حد ذاتها الباسيليوس اونتراكس تنجم تمشي لليمينانج وتعمل ميننجيت، دونك فريمون عندها لي زوبسيون الكل. قلت قبل انه الباسيليوس اونتراكس استعملوها قبل في البيو تيروريزم. اذكرك بالاحداث نتاع 11 سبتمبر اللي هي الاحداث نتاع الارهاب اللي ابليكي فيها اسامه بن لادن. اون فيت جوست جمعه بعد الاحداث هذوما نتاع 11 سبتمبر 2001 فما عبد بيولوجيست اللي هو اون فيت بعث 22 ميل معبيين بالسبور نتاع الباسيليوس اونتراكس ل 22 عبد اللي هما ابليكي سواء في لي ميديا سواء في البوليتيك. به من هال 22 عبد 11 منهم مرضوا بالفورم انهالاتوار، و11 اخرين مرضوا بالفورم كوتاني. ومن هال 11 اللي مرضوا بالفورم انهالاتوار 5 منهم ماتوا، الباقي اون فيت شلقوا بهم على بكري وترتاوهم. به
العبد اللي عمل الشيء هذايا عارفوه، اما هو انتحر قبل ما يشدوه. به نمشيو توا نراو التريتمون نتاع الباسيلوس اونتراكس. دونك التريتمون نستعملو فيه ديزونتيبيوتيك كيما لاموكسيسيلين سيبروفلوكساسين والدوكسيسيكلين. عندنا زادا نستعملو ديزيمينوغلوبيلين اللي هما اون فيت ينجمو يشدو في هذاك الانتيجين بروتيكتور نتاع لي توكسين. اذا كان نجمو نشدو في الانتيجين بروتيكتور اوتوماتيكمون الانتيجين بروتيكتور ما عادش نجم يركب في الريسبتور نتاعو، وبالتالي لي توكسين ما عادش يخدمو. نمشيو توا للبريفونسيون نتاع الباسيلوس اونتراكس. عندنا انفاكسا اللي هو اون فيت جوست باش نعطيو هذاك الانتيجين بروتيكتور. الفاكسا هذايا ما نستعملوهش عند العباد العاديين، ما نستعملوه عند العباد اللي هما امبليكي في الميليتير، سورتو مثلا الميليتير نتاع امريكا معروفين انهم يلقحوا كونتر لونتراكس. علاش؟ على خاطر يخافوا انه لونتراكس يتم استعماله في الحروب، وبالتالي يكونوا هما محميين من الشيء هذايا. وهذه هي فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عاونتك.